شي فيصل الهرمودي، اهلا وسهلا فيك. في البدايه احب ارحب فيك عبر قناه بينونه. يا مرحبا، والله زارتنا البركه. ليتس يعني كانت وراء قصه لين ما يستوي زين ويكون الان هو ليتس. خبرنا عن القصه. طبعا انا بديت في 2013 كبلوجر، كنت وايد اروح المطاعم واحب عالم المطاعم والفن بي بشكل عام، وطبعا مع سفراتي مع رحلتي في عالم المطاعم. بعدها بعد ما تخرجت طبعا كمهندس اتخصصت وايد في كطبخ، ودرست في دبي وتخرجت واشتغلت ورك اكسبيرينس خبره في قصر الامارات. يوم من الايام قلت ليش ما انا اسس لي مطعم، ليش ما انا صدق اكون شيف واتعلم الشيء هذا كيف يتحضر، يكون صدق يعني حتى الناس تثق فيني. لازم اكون انا دارس الشيء هذا. اليوم ما اقدر انا اصير مثال اقيم مطعم او اسوي شيء او اقول رايي وانا مو بدارس الشيء هذا، مو بعارف كيف يتحضر، اكون مو منصف. كم تقريبا درست؟ درست تقريبا 3 شهور، وعقب خدت خبرة تقريبا 4 شهور، وبعدين تعاونت مع شفات عالميه.